مرحبا واهلا وسهلا فيكم في قناتي من جديد. في فيديو اليوم راح نعمل مع بعض لو لايت. هاي النتيجة راح افرجيكم كيف عملتها بعد ما اخلص المقدمة هاي، بس كتير 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 مبسوطة على النتيجة. انا عملت هايلايت وكترت شوي وطلع اشقر كتير وما اعجبتني النتيجة، فقررت انه اعمل لو لايت. انا بالبقلي شفت التعليقات تعاونكم ومعظمكم قال حلو عليك الاشقر، بس انا بالنسبة لي بحب الاشقر، بس بحب الاشقر المايل اكتر على الاشقر الرمادي الداكن. فخلينا نتفرج مع بعض على الفيديو ونشوف كيف عملت الخطوات لحتى وصلت للنتيجة هاي. مرحبا صبايا، اليوم بدي اعمل لو لايت بس عشان اخفف الشقر اللي هون مش حابه كتير. فايش رحت جبت؟ هاي الصبغه اللي انا بستخدمها، الصبغه العاديه اللي بستخدمها من ولا، رقمها 8 A. A يعني اش بلوند او اشقر رمادي. هاي هي صبغتي، دائما هاي الصبغه اللي بصبغها. بين كل فترة وفترة بعمل هايلايتس. المرة هاي الهايلايتس طلعوا أشقر زيادة، فرح أعمل نفس الهايلايتس. شريت كمان مجموعة من الطواقي ومعهم سنارة هون. رح أطلع خصل وأصبغهم بالصبغة العادية هاي، رح أتغمق اللون وإن شاء الله يزبط إن شاء الله. اللي متعودين على صبغة ولا، الخلطة تبعتها بتاخدي النينة كاملة، الصبغة كاملة بتحطيها في الصحن هلأ اللي بنخلط فيه هذا، والنينة نفسها بتعبيها مرتين ديفلوبر رقم 20 فوليوم. هلأ بفرجيك ولا 20 مسكر لأنه كمان طلبته. احنا الديفلوبر بنستخدمه كتير لأنه أنا وبناتي كلنا بنستخدمه، بيقعد بضاين كتير هو. بس افرجيكم الماركة هي ولا 20 فوليوم. فاذا واحد من الصبغة والنينة نفسها بنعبيها اثنين من ال 20 فوليوم وبنخلط. بس قبل اخلط الصبغة بتاخدوا وقتكم على الاخر انكم تحطوا طاقية، تطلعوا الخصل وين الاماكن اللي انتم بدكم اياهم. انا ما بدي اشيل الاشقر بالمره. على فكره هاي عليه عرض كتير حلو، 6 طواقي معهم سناره، فبدي اخذ وقتي انه اسحب. اول اشي انا بحب افرق شعري من النص، من النص مثل هيك، والبس الطاقيه. فوق الشعر هيك، نزل الشعر وبعدين رجع هذا ورا. البسي بلوزة دايما. انا هاي مجموعة في هيك بوكس بلايز، ما بدي اياهم، هم بسميهم بلايز الصبغة. بتثبتي الطاقية منيح، كل ما تشديها اكتر هيك على شعرك تنزليها، كل ما كان بتطلع الخصل وبتكون قريبة كتير لفروة الراس. بيجي مع 6 طواقي سنارة مثل هيك، هذا بنزله لتحت. انا راح تشوفوني بطلع على المراية اللي ورا الكاميرا، بس لما تيجي تحطي السنارة خلي راسها هيك فوق وغزيها في الفتحة واسحبي شعر وطلعي لفوق. راح اعمل خصل رفيعة لأنه ما بدي هيك تكون خصل سميكة لونها بني، هذا كله بعدين بمشطه بالمشط.
تحاولي تمشطي عشان تتأكدي تعرفي قديه أخدتي شعر. لما تمشطيه بيطلع كله من الفتحة. هاي الكمية اللي طلعتها حاولت أعملهم هيك خصل رفيعة، ما بعرف إذا كترت أو لا، من ورا ما طلعت إشي كتير من ورا، بس من على الجناب، من هون ومن هون. وشايفين حتى لو تلاحظوا اللي طلعته هو اللي كتير أشقر أشقر، فإن شاء الله يعني يعمل توازن بينه وبين الأشقر اللي تحت. أوكي، هلأ خلينا نخلط. جبت لي أنا جلوبز وجبت لي مي نشف ريقي. ما بحب أعمل إشي ويخرب، بحب كل إشي يصير صح من أول مرة، بس بتصير وبتتصلح، ما في مشكلة. أوكي، إذا بنجيب الصحن والفرشة اللي بدنا نستخدمهم. بدي أحط الإنينة هاي كلها، رقم الصبغة 8A 8A light ash blonde. بعد ما تفضوا الإنينة بتجيبوا ال developer ال 20 volume وبتعبوا الإنينة مرتين، مرة وثلاث أرباع لأنه نزل كتير غصب عني. أوكي، نخلطهم. أيوة، بهدلت الدنيا أنا، نقط على بنطلوني، بس كل اللبس اللي لابسه للصبغة، يعني إذا توسخ ما في مشكلة. نخلطها كتير منيح، وهلأ ببدأ أصبغ. بحطه مباشرة على الشعر اللي طالع من الطاقية. مثل هيك، خلينا احطه كله بسرعة وبعدين برجع لكم. هلأ حطيته كله، زاد كتير على فكرة عندي. يا بنات لا تعملوا نفس غلطي وتستخدموا كله، يمكن لو استخدمت like a measuring spoon، لو بس 1 tablespoon من الصبغة، لأنه أصلا ما طلعت كمية كبيرة يعني. بس anyways وقت هلأ الساعة 30 دقيقة وأغسل شعري وبفرجيكم بعدين. غسلت شعري، خلينا نشوف النتيجة معكم. ولا في اي فرق لما اوكي لما استشعره ببين، بشوفكم بعد ما اصير. اوكي، ما سويت اشي، ما عجبني، ما صبغ بالمرة، فاللي سويته انه بقيت الصبغة رحت حطيتها على هاي المنطقة اللي انا مش عجباني، حطيتها عليه ومشطته بالمشط، وراح استنى 20 دقيقة واغسل شعري واشوف النتيجة. المحاولة الأخيرة نشوف النتيجة مع بعض. بيتهيأ لي زبط. إن شاء الله. لا زبط. I can tell. لسه مبلول، بس لما أسشره أعتقد وصلت للون اللي بدي إياه. فإذا هذا هو فيديو اللو لايت اللي عملته يا بنات. مبسوطة كتير على النتيجة، رح أضلني على هيك لأنه سهل علي إنه لما يبدأ يطلع الشعر الأبيض أقدر أغطيه. والشغلة الثانية المهمة كمان إنه رح أترك شعري في حاله عن جد لمدة على القليلة شهرين، إذا بقدر 3 شهور تمام رح يبدأ يطلع الشعر الأبيض، بس بالبودرة ببدأ أغطي الرتوش هيك اللي بعملها عشان أغطي الجذور اللي طالعة. بس
كتير مبسوطة عليها، بدي أريح شعري، بدي أعمل ماسكات جوز هند، خلطات كمان. بعد زمان كنت أيام المدرسة في قطر بعمله، كلنا في المدرسة كنا بنعمله ماسك للشعر اللي هو المايونيز. بعرف يعني إشي مقرف، البنات الجداد يمكن مش متعودين على شيء هذا، بس إحنا زمان كنا بنعمل ماسك المايونيز، وصدقوني يعني أنا بشوفه أحسن ماسك مرطب للشعر فعلا. بس الحمد لله مش كتير تعب شعري، أنا عارفة إنه تعب ونشف وهيك، بس مش كتير يعني، مش كتير تعب، فبس الحمد لله ناشف شوي بس خلص يعني، رح أضلني عليه هيك لمدة منيحة وأبدأ أعتني فيه بماسكات للشعر. هذا كان كل إشي عندي بنات اليوم، بتمنى لكم تقضوا يوم حلو مع أهليكم، ويلا بشوفكم إن شاء الله يوم الأربعاء. باي باي.